السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نحضر معكم واحد بلا سلطة مكسيكان كتجي زوينه ومنعشه وما كتاخذش لنا الوقت بزاف. دغيا كنحضروها في وقت قصير بزاف. اجيو معايا نوريكم المقادير او الطريقه كيفاش غندير ليها. الخس غسلناه ونشفناه مزيان وقطعناه، قطعناه من الاحسن تقطعوه غير بيديكم بحال هكايا، حيت ماشي صحي ديروه بالموس، ما ديروش بالموس، ديروه غير بيديكم قطعوه حيت ماشي صحي. نورمالمون الخس كيتقطع باليد بحال هكايا. كنحصلوا عليه بحال هكايا كما شفتوا معايا، الخس كنغسلوه كنشفوه وكنقطعوه بيدينا على هذا الشكل. هذا غنحتاجو لكوردو بالمي، كوردو بالمي على الشكل هذا، وغنحتاجو مطيشة، وغنحتاجو اللوبيا الحمراء أو لغيكو غوش، وغنحتاجو خيزو محكوك، جزارة محكوكة مبشورة، وبصلة مقطعة على هذا الشكل هذا رقيق عشوية، وغنحتاجو المايس، مايس أو الذرة، وغنحتاجو طون، نحتاجو الطون، والبيض المسلوق. قلت لكم ديروا نتوما بيضه القياس اللي بغيتو، البيض ولا صوص اللي فايت ليا حضرتها معكم لا فينيغريت كتجي على هذا الشكل. هذا هاد لاصوص هادي كتجي زوينه مع هاد لاصالاد. المهم كما قلت لكم غادي نشدو الخس ونقطعوه مزيان بحال هكايا، نشدو كور دو بالمي نقطعو هكا، شفتو معايا؟ نسيت انا ما قلتش لكم السوريمي، عادي خرجتو، احتاجو حتى السوريمي. نشدو خيز محكوك هذا صالح كتجي زوينه. نخرجو من بعد بارمي كوردو بالمي، نديرو بصلة، نديرو المايس، نزيدو اللوبيا الحمراء على الشكل هذا،
سوريني قطعه بحال هكايا. انا استعملت غير جوج ديال كوغ دو باني. الا كنتم انتم وانتم سميتو بغيتو ديروا جوج بغيتو القياس ديالكم. غادي نزيد مطيشه غنزيدو الطون ديال الطون. نديرو البيض بيضة فيها جوج ديال الصفار سبحان الله العظيم. غنديرو الا بغيتو اللي كتعجبكم الشريحه حتى هي ديروها. قطعه صغيره شحال هذا شرائح صغيرة بحال هكايا. غادي ندير واحد بعد قطع ديال جوز الهند او الكركاع.
الا كانت عندكم حتى الافوكا ديروها، انا ما توفرش عندي. صافي لا صالاد ديالنا كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي زوينه وصحيه. مشو معايا، لا صارت كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي زوينه وبنينه وفي نفس الوقت منعشه. نتمنى لا فيديو يعجبكم ولا غوصيت تعجبكم. نتمنى لكم فرجه ممتعه. بسلامه، باي باي.